السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله بخير. رجعنا لكم فيديو جديد من سلسله تعليم الحلاقه. هاي المره راح يكون التركيز التدريج اقوى، التدريج راح يكون اوروبي، والاوروبي فقط للاسلوب. تابعوني زين وخليكم معايا ولا تقطعوا الفيديو، تمام؟ لا تمشوا الفيديو، راح يكون فقط للاسلوب. والتدريج راح يكون الخلف الاوروبي. راح نبدا من الصفر وراح نضع الخط خطوه خطوه. تابعوني ان شاء الله. تحياتي شباب. اول شيء ثلاثة اصابع نصفرها بماكينة التحديد، نطلع الخط بالبداية. شوفوا، طلع الخط نصفرها صفر كامل، صفر عكس الموس، تمام؟ هسه انا صفرها كامل، وراح اجيب ماكينة عكس الموس راح نصفرها صفر كامل. شو راح يصير على الفيديو حتى ما يطول علينا الفيديو، وهذا راح يصير حلقتين، حلقة 13 دقيقة وحلقة ثانية راح نكملها. شوفوا، نصفر عكس الموز هاي، لان ما احب طريقة يعني الفيديو يطول عليكم. شوفوا، اصبع واحد لي فوق، تمام؟ اصبع واحد لي فوق. شوف وراها راح نجي نشتغل على خط الصفر. شوفوا الخط الصفر شنو؟ هاي خط الصفر. اتعير الماكينة على عيار الخط الصفر. شوفوا هاي خط صفر نضيعها. شوفوا براس الماكينة دا نضيع خط صفر، وما تصعد لي فوق هواية، فقط على الشعرة شعرتين ثلاثة عني فوق. فمرات ارجع الشاشة اعذروني. شوفوا، انا احب يعني اطلع لكم الطريقة كلش واضحة. هاي يعني مفصل فول فول، يعني راح يطلع عندك تدريج اوروبي جميل جدا. خليكم معايا ولا تمشون الفيديو، اهم شيء لا تمشون الفيديو، تمام؟ نشتغل براس الماكينة. تشوفون، تابعونا على الانستغرام اسم القصات. نشتغل لحد ما نضيع خط الصفر. هذا خط الصفر اذا ما يضيع ما يطلع حلو. شوف شوية نرفع الجير ونصعد لي فوق، تمام؟ اسف منكم لين دا جاي على الشاشة والله ما انتبهت. شوفوا، نفتح الجير كامل ونشتغل جوا راس الماكينة لحد ما الخط هاي تضيع، بعدين نطلع على غير مرحلة، يعني نضيع خط ونصعد خط، مفهوم؟ شوفوا هسا الخط ضيعناه صفر، هسا رقم واحد نسد الجير واصبع واحد لي فوق. يعني شوفوا الطريقة كلش واضحة. هاي خشن، هذا الشعر كلش خشن فيحتاج له وقت طويل، مفهوم؟ يعني شعر الخشن اصعب من شعر ما خشن. شوفوا هسه نفتح الجير كامل مال رقم واحد، بعد اصبع نصعد لي فوق، تمام؟ انتبهوا للطريقة، فاهم شي تشتغل براحتك ولا تكون مستعجل، لا تقول والله ايدي ثقيل وما يخلص. الشعر الخشن يعني اصعب هواية من الشعر ما خشن. شوفوا هسه النص راح نضيع خط اللي جوا هالخط، اذا ما نمسح الخط ما نصعد فوق درجة درجة. راح يعني شوفوا هذا رقم النص الملم، ما يسموه ملم، حتى الخط يضيع. شوفوا شعر الخشن شلون يعني ما يضيع بسهولة، لان يعني شعره كلش خشن وعكسي، يجيك يسار ويمين الشعر، فانت لازم كل مرة تضرب الماكينة حتى ياخذ الشعر كله. فانا جبت لكم هاي اصعب شعر للتدريج الاوروبي من خلف. لا تشوفون سده. شوفوا بعد لحد ما الخط تضيع صعد لي فوق شوية، تمام؟ أهم شيء الخط يضيع. فبعض منكم راح يقول الطريقة كلش صعبة، لأن الشعر هو خشن على مديش صعبة، بس من تتعلمها يعني راح تكون سهل عليك. أنت أهم شيء تضيع الخط، يعني تمشي على التدريج، يعني نرسم خط ونمسح خط. يعني شنو قصدي بهالكلام؟ يعني مثلا احنا ندرج نطلع خط تدريج، الخط تدريج جوا لازم نضيعه بعدين نتحول على غير مرحلة، يعني مرحلة مرحلة حتى الخط كلها تصير مضبوط ويعني تعطيك جمالية حلوة. أهم شيء وهذا يعني ليش يعني نشرتكم هالفيديو. هالفيديو أول شيء الشعر يعني خشن، وثاني شيء التدريج على الشعر شوية صعب، وثالث شيء أني أحب أنتم تتعلمون على الشيء الصعب حتى يعني الشعر الأخ يعني يكون سهل عليكم. بس هذا اهم شيء. شوف ده نشتغل براس الماكينه،
راس الماكينة حتى نضيع خط الصفر وخط التدريج. هذا أهم شيء. شوف دا نشتغل هاي النص، دا ندرج الشعر، دا نشوف بعيننا مكان اللي مكان أسود يراد التدريج ندرجه، فما نصعد لي فوق هوايات. تمام، يعني نشتغل خطوة خطوة براحتنا، وأهم شيء لا نكون مستعجل، فإذا استعجلنا فراح يكون الطريقة فاشلة وما زينة. بس أهم شيء تشتغل أنت على طريق بطيء وتتابع الفيديو للأخير وما تمسح شيء، يعني ما تسرع الفيديو مستحيل. شوفوا هسه قربنا أشياء الكاميرا على مكان اللي نريد ندرجها. شوفوا هذا مكان بسواد، شوفوا السواد، هذا السواد لازم ندرجها وهي تدريج. شوفوا شوي نرجع لي ورا ونشتغل لي جوا حتى التدريج يصير عدل ويصير واضح. فأني آسف لأن دا أتأخر عليكم بالفيديوهات، فإن شاء الله القادم راح يكون أفضل، وآسف لأن دا أشرح لكم بطريقة بطيئة وطويلة. أنا أحب أنتم تستفادون. شوفوا دا نضيع خط، لأن هذا شعر خشن وطلع يسار ويمين، فلازم نضيع الخط بطريقة صحيحة. فهم عيني؟ شوفوا هسا درجنا الجوا، هذا واحد ونص، نص عد اصبع واحد لي فوق، تشوفون كل اصبع واحد. هسه بعد ما صعدنا لي فوق هسه الخط الجوا موجود، لازم نمسحه بعدين نصعد لي فوق مره ثانيه، قصدي هاي على التدريج. تشوفون هسه نجيكم نفتح الجير كامل بعد نصعد اصبع واحد لي فوق. شوفوا بعينكم فتحنا الجير وصعدنا بعد شويه لي فوق، بعدين ننزل برقم واحد. شوفوا ننزل برقم واحد نضيع التدريج الجوة. هتشوفون اكو خط جوة لازم ضيعه. فأهم شيء يكون طريقة واضحة، فأتمنى منكم تسوون لايكات، أهم شيء هذا عندي حتى الفيديو تصعد، اشتركوا بقناتي وعلامة الجرس. شوفوا هذا رقم واحد، حتى نشتغل جوة الواحد ونص جوة مو فوق جوة حتى الخط يضيع. تمام، تفتح الجير وتشتغل جوا واحد ونص، وراها تجي تسد الجير عن النص وتشتغل جوا ثلاثة، وراها تسد الجير كامل تشتغل على ثلاثة حتى الخط يضيع. إن شاء الله طريقة مفهوم. هذا على الشعر الخشن، نحن نظل ننزل جوا لحد ما خط يضيع، بس أنت لازم تشتغل على يسار على يمين، هذا شعر خشن ويسار يمين دي. الشعر طالع يسار وطالع يمين. تشوفون براس الماكينة دا نشتغل حتى الخط الأسود يضيع ننزل لجوا. هسا دا نشوف الخط ما يضيع، شنو لازم نسوي؟ لازم تشد شوية الجير وتشتغل جوا بعد شوية على الخط. هو هذا التدريج الأصلي، وهذا التدريج للمبتدئين خاص، إذا تتعلمها أي تدريج يجي قدامك راح تسويها. خليك قوي وتابع الفيديو، اهم شيء لا تمشي الفيديو، اذا مشيت الفيديو ما راح تفتهم على كل شيء. خليكم انتبهوا على الفيديو، وقفوا الفيديو معايا، اعطونا لايك وبعدين ابداوا مره ثانيه. شوفوا بدنا نشتغل الشعر الخشن طول هيك، ودي نصور لكم عمود هيك شوي اتاخر عليكم، يعني الوقت اتاخر بالفيديو، فاذا اني اشتغل وما انتبه يعني مثلا ماكو كاميرا عادي يعني سريع اشتغل خمس دقائق اخلص كلها التدريج. فانا حاب اشرح لكم الطريقة صحيحة لكم، وهذا الفيديو راح يكون قسمين، القسم الثاني راح يكون عن يعني تحديد الاوروبية وتدريج الزلوف في الاوروبي فقط، ورا الحلقة راح تنزل فورا. شوف هسا خلينا رقم النص نشتغل على واحد، يعني هذا واحد وهذا النص، نفتح الجير نشتغل جول واحد حتى الخط يضيع، إلا يضيع، إذا ما يضيع ما يطيق جمالية. فأكو بعض الحلاقين يقول أنا ضربت رقم واحد ضربت رقم اثنين ورقم ثلاثة وما ضاع عندي، لازم تنزل تنازلي بالبداية تصعد تصاعدي وبعدين تنزل تنازلي حتى تتأكد من تدريج يكون طريقة صحيحة وواضحة، وشي ابتعد يعني من الزيان ارجع لي ورا وركز في التدريج، ركز على اليسار واليمين، شوف القياس مال التدريج، نسد الجير وننزل لي جوا شوي حد ما الخط يضيع. فأني أظل عيد الخط ما الخط يضيع حد ما الخط يضيع، لأن أنا أحب أن تتعلمون.
تشوفون هسه حاليا صار عندنا جماليه في التدريج. هسه الكاميرا فرض مره قربنا عمود ما يبين جماليه، فشوي من يعني بعده راح كل شيء يبين واضح. هسه نسد الجير كامل، اشتغل براس الماكينه المكان الاسود الدرجه ان شاء الله. انا وياكم كل شيء جديد، اهم شيء لايكاتكم ومتابعاتكم على الانستغرام، واشتركوا بالقناة، فعلوا علامة الجرس، اهم شيء هذا، حتى كل شيء ما انشر باول جرس يجيك انت الاشعار. شوفوا هذا رقم 2، نشتغل فوق 1.5. شوفوا هذا 1.5، شوفوا بالبداية صفرنا، بعدين راس الماكينة، بعدين ضربنا رقم 1، بعدين رجعنا ضربنا النص جوا رقم 1، بعدين ضربنا 1.5، هاي 2، يعني صعدنا تدريج. تشوفون راعيدة مرة ثانية، هذا شعر خشن، التدريج عليه صعب، فأنا اختارتكم شعر يعني شعر صعب حتى يكون باقي الأشعار عليكم يعني سهل، الحلاقة اللي شعره مو خشن حتى يكون سهل عليكم. تشوفون فأنتم حلاق راح يجيك واحد شعره خشن كلش، فلازم تتعامل وياه، هم تقول ما زينك صح ولا لا. هذا رقم 1.5، نشتغل جوا 2، الخط 2 ندرجه ويا رقم 1.5، هو هيك التدريج الأصلي، التدريج الأصلي يكون هيك. كل واحد يشتغل على طريقته، أنا أعلمكم على طريقتي، أنا إن شاء الله ما قصر وياكم، أعلمكم كل شيء على طريقتي، كل واحد كل حلاق بطريقته. شوف هسه جمالية التدريج قام يبين عندنا. هسه نيجي نشفر فوق 2 بالمقص الميشار. شوف هذا شوية السواد ناخذها حتى شي تدريج ويا السواد، تشوفون بعينكم فلهنا وانتهى الحلقة ويانا. فالحلقة الثانية هيكون عن تحديد وتدريج الزلف فقط الأوروبي وراي الحلقة. شوفوا بعينكم هاي التدريج شلون طلع، هاي حلقة ثانية موجودة على قناتي ان شاء الله، ورا هاي الفيديو راح انزلها. شوفوا التدريج شلون طلع من الخلف، التدريج شلون طلع من الزلوف والتحديد. كان معكم الكوافير رائد القرى للتعليم الحلاقة خطوة خطوة، وتحياتي للجميع، لا تنسون الاشتراك بالقناة وتعليقكم.